نروح نشوف كمان من ناحية تانية، من ناحية العين، تصريحات المهاجم الكبير الاسم المغربي الكبير، واحد من أفضل اللاعبين الموجودين حاليا في المنتخب المغربي وأفضل اللاعبين في قارة آسيا، بيلعب في قارة آسيا، سفيان رحيمي. نشوف تصريحات سفيان رحيمي قبل مباراة النادي الأهلي ونرجع نكمل كلامنا. أهم شيء أن المجموعة تفوز، مش لازم لاعب يسجل أو لاعب يسوي شيء، أهم شيء اللي يهمنا كفريق احنا هو الفوز. احنا جايين إن شاء الله أننا نقدموا مقابلة كبيرة على المسؤولية، نتمنى إن شاء الله أننا نكونوا محظوظين، إن شاء الله نتوجوا باللقب ونتأهلوا للمباراة الجاية إن شاء الله. أول شيء أنا ما أدري بهالموضوع، في وكيل أعمالي هو اللي يعرف هالمواضيع. أنا في الأخير وفي الأول لاعب وسط المستطيل الأخضر، أنا كل تركيزي على المباراة بتاع بكرة، يعني أنا الحين التركيز ديالي كله مع نادي العين، التركيز ديالي المباراة بكرة. الجمهور اللي غيحضر بكرة أنا نتمنى إن شاء الله أننا نقدمه مستوى اللي يليق بالفرجة ويتمتع الجمهور، وبعكس اللاعبين تعودوا على ضغط الجماهيري. كما كتعرف السنة الماضية لعبنا في ملاعب اللي حضرات بجماهير كبيرة، والحين خصوصا اللي كنلعبوا في ملعبنا في مدينة العين، كتشوف دائما الملعب ممتلئ عن آخره. الحمد لله متعودين، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله تشوفونا كيف بنكون إن شاء الله. أشرف داري لاعب منتخب الوطن المغربي والصديق ديالي، كنتمنى له التوفيق إن شاء الله. بتكون مختلفة المواجهة، أنا بتكون خارج ديار المغرب، العلم بالله ولا واحد يعلم يعني كيف يكون المستوى ديالي ولا ديال أشرف داري. نتمنى التوفيق للجميع. اما بخصوص الضغط الجماهيري نفس السؤال، احنا الحين تعودنا على الضغط الجمهور، الحمد لله احنا جاهزين. صراحة من هذا المنبر بشكر الشباب المغاربة والجمهور المغربي على الثقة ديالهم في سفيان رحيمي. الحمد لله نتمنى ان شاء الله نكونوا ضمن القائمة النهائية في البالون دور الأفريقي. الحمد لله، أي واحد يتمنى أنه يحترف دوريات كبيرة. أنا الحين تركيزي كله مع نادي الحالي، وإن شاء الله اللي جاي أحسن إن شاء الله يا رب. يوم تكون في نادي كبير وفي الزمن اللي احنا فيه، اي واحد لازم يكون مجهز عمره المباريات كثيره. انت الحين في نادي كبير، كل 72 ساعه عندك مباراه. الحمد لله كل لاعبين في اتم الجاهزيه، ونتمنى ان شاء الله كما قلت سابقا اننا نكونوا بس محضرين ذهنيا، ان بدنيا كنا جاهزين، وان شاء الله راح نقول الكلمه ديالنا ان شاء الله.